بيك سنتين بتهمة سب وقصف هاني شاكر. انا سلمى اسماعيل وده برنامج مع الناس. محكمة الدخيلة الاقتصادية بالاسكندرية حكمت على حمو بيك سنتين وتجريمه 200,000 جنيه بتهمة سب وقصف هاني شاكر. لكن بعد كده حمو بيكا طلع واعتذر لهاني شاكر على السوشيال ميديا وقال له اعتبرني زي ابنك وما يرضكش ان انا ما اشوفش ابني لما يتولد. فترة الازمة ما بين حمو بيكا وهاني شاكر هنادي مهنا عملت فرح وعزمت فيها حسن شاكوش وحمو بيكا وعمرو كمال، وده اللي اثار جدل كبير جدا في نقابة المهن الموسيقية. بعديها هاني شاكر طلع بيان استنكر فيه حضورهم للحفل، ده اللي خلى هاني مهنا طلع وقال انا ما عزمتهمش في فرحي وهم اللي جم اجبارا وانا اتفاجئت بيهم. لكن هنادي مهنا وهي في شهر العسل طلعت وعملت فيديو قالت فيه انا اللي عزمتهم وانا بحب اغاني المهرجانات جدا. بعيدا عن ازمه حمو بيكا وهاني شاكر وهاني مهنا والكلام الكتير ده، يعني احنا نزلنا نشوف راي الناس في الشارع ايه، هم حابين حمو بيكا ولا لا؟ فخلونا نشوف راي الجمهور ايه. حمو بيكا صوته معفن. لا واغانيه حلوه يعني مفيش حاجه. مش لو هو النمط بتاعه بتاع الغنى في ناس مش بتحبه تمام، فمثال نفس النمط بيغنيه ناس كتير زي حمو بيكا. ده تقريبا مغني، هو تقريبا حاجه زي كده، راجل محترم طبعا. انا رئيس النقابه العامه للسكة الحديد وانا دايما مع النقابات. ما انت بتسمعوه عشان ما لقيتوش غير تسمعوه. لا هو كويس بصراحه واغاني كلها كويسه. انا المهرجانات هي اللي ماشيه اللي من دول، لان في الافراح في كله طبعا المهرجانات اللي ماشيه. احد اسباب انهيار الاخلاق في مصر هي الاغاني الهابطه دي اللي موجوده دلوقتي. من حمو بيكا ده لو قدم الطريقه اللي بيغني بيها مثلا حسن شاكوش او حماده او الناس ديت هتبقى حاجه كويسه. عندي 83 سنه ما اعرفش حاجه. هم واخدين الصفات دي كلها من محمد رمضان. ده محمد رمضان انتخبوه رئيس جمهوريه من الصبح يبقى رئيس جمهوريه. الجمهور بيتابع حمو بيكا على اساس ان هو كوميدي. هلا كل واحد حر يعني، هاني شاكر مش مسؤول عن الناس كلها يعني. حبيتيني وجرحتيني حاجه زي كده. تعرف حمو بيكا؟ حاليا ما اعرفوش. طب اغاني مهرجانات؟ ها؟ هاني قناه؟ اغاني مهرجانات جميله، اغاني مهرجانات. لا صراحه الاغنيه حلوه.